من رام الله مراسلة القارة الإخبارية ولاء السلاميين تضعنا في تفاصيل ما يجري هنالك في الضفة الغربية. ولاء أهلا بك. إذن مداهمات متواصلة، ارتفاع عدد المعتقلين، نابلس وجنين ما زالت هذه المناطق تحديدا تشهد المزيد من التصعيد، المزيد من عمليات الاقتحام والاشتباك. ضعينا في هذه الصورة والتبريرات التي يدفع بها جيش الاحتلال لهذه الممارسات. نعم بالفعل، يعني كان هناك العديد من الاقتحامات، طالت عدد من الفلسطينيين بفعل أن قوات الاحتلال تقتحم البلدات والمخيمات الفلسطينية وتقوم باعتقال عدد من الفلسطينيين. دعني أنوه لأعداد الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم منذ منتصف الليلة الماضية وفجر هذا اليوم، نتحدث عن 35 معتقل من بينهم أطفال، تركزت وتوزعت في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية في مدينة القدس وأيضا رام الله والبيرة وأريحة وجنين وبيت لحم وقلقيلية والكرم وغيرها من المحافظات في الضفة الغربية. ليرتفع حصيلة أعداد المعتقلين منذ 7 من أكتوبر ولغاية الآن، نتحدث عن 4730 معتقل منذ بداية هذا العملية، عملية طوفان الأقصى، ولغاية الآن ترتفع الأعداد، وهناك مشاهد وحقائق قاسية تقوم بنقلها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بأن هناك اعتقالات بالجملة للسيدات للأطفال، أيضا المعتقلين الذين يعني ينتظرون الإفراج عنهم، سواء من المعتقلين الذين أمضوا أحكام عالية وقضوا هذه المحكومية سيتم الإفراج عنهم، يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحقهم، ومنهم من تقوم قوات الاحتلال وهي من قيادات الأسرى، نتحدث عن مروان البرغوثي، نائل البرغوثي، وهم يعني من قيادات الأسرى التي تقوم قوات الاحتلال بعزلهم بضربهم. وهناك أسير، يعني كانت هناك شهادات من قبل الأسرى المحررين ثائر أبو عصب الذي استشهد داخل سجون الاحتلال، أن هناك 19 سجانا تم يعني ضرب هذا الأسير بالضرب المبرح ليرتقي شهيدا داخل سجون الاحتلال. يعني بالتأكيد هناك حقائق كبيرة لربما تنقلها شهادات الأسرى، وعندما يتاح للمحامين من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير لأن يزوروا هؤلاء الأسرى، سيتم نقل بالفعل شهادات لربما تكون قاسية عند ذكرها وحتى تخيلها في المنطق وحتى في مخيلة أي إنسان بهذه الجرائم اللا إنسانية والفضاء الذي يرتكبها قوات الاحتلال داخل سجون الاحتلال. دعنا نتحدث أيضا عن الاقتحامات المتتالية، وكما تحدثت عن برقة في مدينة نابلس، كان هناك حصار لهذه البلدة وقامت قوات الاحتلال باتخاذ أحد المنازل بثكنة عسكرية وعلقت العلم الإسرائيلي فوقها لتقول للفلسطينيين أنها سوف تضع هذه الأعلام متى تشاء، وعندما تحاصر هذه المنازل والقرى والبلدات والمخيمات بفعل أنها لا توجد سيادة للسلطة الفلسطينية على هذه المناطق. وقامت بالتحقيق الميداني مع عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين صباح هذا اليوم، وحضرت التجوال في هذه المنطقة لساعات كبيرة، وبعد ذلك انسحبت قوات الاحتلال. أيضا في منطقة أشقة الشمال لا زالت مستمرة عمليات الاقتحام لمدينة جنين ومخيمها، حيث قامت قوات الاحتلال باقتحام مدينة جنين ومخيمها واعتلاء القناصة لقوات الاحتلال ومحاصرة مستشفى ابن سينا، وبعد ذلك ساعات الصباح الباكر انسحبت قوات الاحتلال. أيضا في مدينة نابلس كان هناك قوة عسكرية تمركزت في المنطقة الشرقية وفي محيط مخيم بلاطة، وكان هناك اشتباك مسلح ما بين قوات الاحتلال والمواطنين الفلسطينيين والمقاومين داخل مخيم بلاطة، وبعد ذلك انسحبت قوات الاحتلال. ولكن كل هذه الاقتحامات تركزت باعتقال عدد من الفلسطينيين. أيضا في منطقة الشمال وبالتحديد جنوب مدينة نابلس كان هناك عدد من المستوطنين الذين أطلقوا النار باتجاه المزارعين الفلسطينيين وتحت عنوة السلاح، قالوا لهم إذا ما
تركتم هذه الأراضي سيتم الإطلاق النار عليكم. وتم اقتلاع حوالي نتحدث عن 30 شجرة زيتون في هذه المناطق تم اقتلاعها من قبل المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال. نذهب إلى منطقة الجنوب وبالتحديد في يطا ومسافر يطا. كان هناك اقتحام لقوات الاحتلال ببلدة يطا ومصادرة عدد كبير من المركبات الفلسطينية. وبمسافر يطا قام هناك قوات الاحتلال بالاعتداء على المواطنين بهذه المنطقة. ونتحدث أيضا عن مصادرة عدد من المركبات وتقطيع لأوصال الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر ولغاية الآن. نتحدث هناك تقطيع لأوصال المدن حيث ازدادت عدد البوابات الحديدية، المكعبات الإسمنتية، السواتر الترابية. وأيضا هناك يعني بعض الأفعال التي تقوم بها قوات الاحتلال وخاصة بكفى الحارس عندما اقتحمت قوات الاحتلال وقامت بإزالة مجسم، هو فقط مجسم معلق في الشوارع في بلدة كفى الحارس باعتلاء الجبهات العسكرية وإنزال هذا المجسم. بفعل نعم. قوات الاحتلال تقول للفلسطينيين أن هذه الخارطة ليست للفلسطينيين وإنما هي خارطة إسرائيل حسب زعمهم. ولا يعني المشهد معقد وكذلك الألم كبير الذي نسمعه منك الآن، خصوصا عمليات الاعتقال للأطفال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والمدن الفلسطينية بجلها أو كلها بما يجري هنالك في الضفة الغربية وغزة. ولا سلامين مراسلة القناة الإخبارية، نرجو من الله السلامة لك، شكرا جزيلا لك من رام الله.